شكرا دولة الرئيس. طبعا هي سنة حميدة أن يستمع إلينا وألا يكون الحوار من طرف واحد، الدولة تتحدث رسميا والكل يستمع ويتحدث في صمت وفي غياب، لكن المصارحة مهمة جدا رغم أن الحديث مزاع على يعني كما فهمت في البداية، لكن اسمح لي أن أنا أكون واضح وصادق معاك إلى حد كبير جدا. قضية مصر تاريخيا في ذهن العالم كله أنها دولة تبيع سياسة وتشتري اقتصاد، طول عمرها بتبيع فكرة الدور القومي، فكرة المكانة الإقليمية، وتوظف هذا لخدمتها، لأنها دولة صحيح رغم ثرائها التاريخي ومكانتها المرموقة المعروفة ما هيش دولة سيولة مالية، وعندها انفجار سكاني ضخم بيبتلع كل مخرجات التنمية. فلهذا السبب الكونسبت ده لازال قائما، والعالم مصنفنا بطريقته. الدبلوماسية الغربية اللي هي الأب الروحي لها البريطانية بترى أن مصر بلد يجب ألا يغرق وألا يطفو، أن يظل على سطح الماء حي، لأنه إذا سقط سقطت المنطقة، وإذا ارتفع امتدت يده شرقا وغربا مثلما محمد علي وجمال عبد الناصر. فالكونسبت ده موجود في العقل الغربي، المهم جدا كيف يرانا الآخرون، دي رؤية الآخرين لنا سواء في الغرب. لو جينا للعالم العربي، الأشقاء والأصدقاء عندهم تركيبة متداخلة جدا، قدر كبير جدا من حب مصر وتقدير مصر وأرض مصر وشعب مصر وطيبة مصر وذكريات مصر التاريخية ودورها في بناء الدول دي، ولكن شب الصغار على الطوق وبدأ يشعر الجميع أن لهم يعني نفس الحقوق ونفس المكانة ونفس السيادة، فكرة الريادة المطلقة لم تعد قائمة. وهنا مصر بدأت تواجه مشكلة خصوصا في العقود الأخيرة، وهي التضارب بين المسؤوليات الوطنية والالتزامات القومية. أنا بقول صراحة هنا يجب مراجعة جزء كبير جدا من التزاماتنا الخارجية، يعني لم تعد قضية الصراع العربي الإسرائيلي هي القضية الحاكمة لمستقبل كل شعوب المنطقة، مش كلام دقيق أبدا. المنطقة لديها مشكلات كثيرة ولديها مركبات نقص متعددة، وعليها أن تسعى للبناء بشكل مختلف. يعني أنا دايما كنت بقول إنه فكرة الدور المصري فكرة مهمة جدا وفي المجال الحيوي، وكان بيعارضني فيها عدد من الناس زي أخي أسامة الغزالي حرب وأخي عبد المنعم سعيد، ورأيهم إنه لا، الانكفاء الداخلي، مش الانكفاء، البناء الداخلي والانزواء أفضل من الخروج للخارج. طبعا هذا الكلام إلى حد كبير صحيح، لكن المشكلة إن الترم اوف ريفرنس بتاعه في ذهن المتحدثين هو حرب اليمن وعصر عبد الناصر، وده كلام مش دقيق، ده عصر انتهى بما له وما عليه، وأنا ما بطالبش أبدا إن أنا أدس أنفي في كل شيء وأفعل ما أشيء، إنما بالتأكيد صورة مصر هامة جدا في المنطقة، مكانتها هي الأكبر سكانا، الأضخم عددا، الأعرق تاريخا، الأقوى جيشا. كل المسائل دي يجب أن تترجم في حقائق لدى صانع القرار في السياسة الخارجية. وطبعا أنا في رأيي أن السياسة الخارجية المصرية من أفضل الإيجابيات المتاحة عندنا حتى الآن، لأنها في قدر كبير من التوازن وضبط النفس والقدرة عن البعد عن الصراعات. يعني أنا في رأيي أن ما فعله الرئيس السيسي وأنتم في الشهور الأخيرة أمر يسجل لكم، لا محاولة للتوريط، لا انحراف في التصريحات، لا استغراق في الشعارات، ولكن قدر كبير جدا من الاهتمام وإشعار المواطن الخارجي أن مصر معنية ببناء الداخل. تسمع أن الدنيا مقلوبة في غزة وغيره وغيره، والرئيس بيتابع طريق بيعمله أو مشروع بينتجه، هذه الأمور مطلوبة، أن يشعر الجميع أن مصر هي أولا وثانيا وثالثا، لأن احنا فرطنا فيها إلى حد كبير جدا. النقطة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها هي نقطة التحالفات. التحالفات في العالم اتغيرت، ما عادش ان انت ابقى حليفك يبقى انا 100% معاك، مش مظبوط. التحالفات الناقصة دي نظرية جديدة دلوقتي في العلاقات الدولية، ان انا ممكن ابقى معاك 70% مش معاك في 30 التانية، وهذا لا يمنع، وده نجح احنا فيه. الروس بيبنوا لي الضبعة والامريكان علاقت بيهم طيبة، كلها فيها توازنات، الصين واليابان والهند الى اخره. فهذه الامور تحمد، لازم نتكلم برضو عن ايجابيات كثيرة، لأن احنا شعب بيترجم الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلى رفض للسياسات، ومفيش علاقة بالاثنين. الأسعار أحد المؤشرات للضائقة الاقتصادية،
ولكنها ليست أبدا الدليل الوحيد على التقدم من التخلف. عايز أتكلم برضو إنه الأشقاء والأصدقاء اختلفت وجهة نظرهم تجاهنا إلى حد كبير جدا، ولازم نعترف بكده حتى ونقدرش نفصح في هذا كثيرا، ولكن يعني لدينا كثير نقوله ولكن ليس في هذا المجال، فقد قيل إن لكل مقام مقال. احنا قاعدين مع رئيس الوزراء نتكلم على مستوى رئيس الوزراء، فمش عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن يؤرقني يا دولة الرئيس أن هناك نتوء سوف نورثه للأجيال القادمة اسمه سد النهضة، وأنا سعيد إن الخارجية الآن ما بتسيبش مناسبة إلا وتتكلم فيها عن سد النهضة. أنا عايز أقول إن سد النهضة مشكلته الحقيقية مش حجز مياه، مش شح مائي، لا، لي زراع مصر وفرض أراضي الدولة إفريقية شقيقة وصديقة، قل فيها ما تشاء تاريخيا، ولكنها تحاول الآن أن تشعرك بأنها تتخذ قرارات أحادية، تتخذ مواقف من جانب واحد، وعليك أن ترضخ. الرضوخ هيفتح باب مش لسد لعشرات السدود، وبيخلي صورتي هفية قدام العالم. وطبعا مصر لم لم تتراجع في هذا الأمر، والرئيس هو اللي دور القضية لما وعرضها على مجلس الأمن في يوم من الأيام، إنما لازلنا حتى الآن نشعر بغصة حقيقية، وأن الأجيال القادمة سوف تقول يوما ما إن آباءنا وأجدادنا لم يكونوا على مستوى المسؤولية في هذا الأمر. ده أمر خطير للغاية. أفريقيا زي سيادتك ما تفضلت هي الدومين الأساسي اللي أنا يجب أن أتعامل معه، إنما مش عايز أطول كتير. أنا عايز أقول إن علاقتنا بإيران وإسرائيل والمقاومة الفلسطينية وحزب الله كلها محتاجة مراجعة، ودي مراجعة خلف الأبواب. يعني إيران لديها أجندة فارسية قبل أن تكون أجندة قومية أو عروبية أو إسلامية. إسرائيل هي إسرائيل بكل جرائمها التي لا تخفى على أحد، والتي يعترف بها الغرب نفسه. أنا كنت في لندن من أسبوعين وشفت الشوارع مقفلة كلها، مظاهرات، عدد ضخمة كأنك في عاصمة عربية، فالعالم كله يدين إسرائيل، ولكن من يستطيع أن يعلق الجرس في رقبة القط؟ هي دي النقطة. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ولكنها لن تفعل. المقاومة الفلسطينية بشقيها الرسمي بتاع أبو مازن وحماس تحتاج إلى مراجعة في العلاقة فيما بينها وفي دورنا تجاهها، ونحن ما عندناش مدين، إحنا كارت بلانش لأي طرف يجرنا في أي وقت لأي شيء، لا ألتزم إلا بما وافقت عليه. حزب الله بينه وبينه حساسيات تاريخية، وما حدش يقدر ينكر هذا. أنا معاه في صراعه مع إسرائيل، ولكنني لست معه في أن يفاجئني بمواقف كما فاجأتني حماس. أنا مش قاعد عشان أكون احتياطي للأزمات عند اللزوم ويدفع 110 مليون ثمنا لمواجهات من هذا النوع. المهم دائما يا دولة الرئيس كيف يرانا الآخرون، رؤية الآخرين لنا هي اللي بتحدد المسار اللي أنا أتحرك به في العلاقات معهم، وليست فقط كيف أراهم أنا، أنا أراهم والدنيا تراهم، ولكن كيف يروننا. مصر لا زالت حتى الآن هي الدولة الشريفة القوية داخليا وخارجيا، الملتزمة القادرة على مواجهة الصعاب، الدولة المكبرة اللي فيها كبر في التعامل، اللي لا تنزل إلى الصغائر، والقادرة على الصمت عند اللزوم وأن يتحول صمتها إلى موقف يحاكيه الآخرون. أكتفي بهذا القدر. شكرا فندم.